السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنعم الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها بقيادة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بالأعياد الوطنية، لكن اختيار قيادتنا الرشيدة للثلاثين من نوفمبر للاحتفال بيوم الشهيد قبل يومين من العيد الوطني ليس محض صدفة، بل جاء للتأكيد على أن الوطن الذي لا يكون ولا يرقى إلا بجهود أبنائه الأبرار لن ينسى تخليد وتكريم تضحية شهدائنا البواسل الذين بذلوا أرواحهم لتبقى راية الاتحاد خفاقة شامخة. رحم الله شهدائنا وحفظ قادتنا وعاش اتحاد إماراتنا.